خلال هذه الفترة الأخيرة طبيعة الحال كيعيش كل مكونات السيدات والسادة العدول المملكة على واقع اللي هو راهني تيتعلق بالمشروع قانون المنظمين المهنة الذي أحالته وزارة العدل على الهيئة الوطنية وعلى الأمانة العامة الحكومة. طبعا هذا لقد صحب هذا المشروع يعني عدة نقاشات، وبطبيعة الحال أطار حفيظة السيدات والسادة العدول على المستوى الوطني نظرا لما تضمنه من يعني من مضامين أو من مواد التي طبيعة الحال لا تستجيب إلى طموحات السيدات والسادة العدول. أولا من ناحية الشكلية نلاحظ على وزارة المعنية وزارة العدل أنه تمت إحالته على الأمانة العامة الحكومة دون يعني موافقة أو استشارة يعني الهيئة الوطنية، وذلك فيه ضرب من لمبدأ التشاركية بطبيعة الحال. فهذا رأينا فيه كذلك يعني توجها غير سليما بالنسبة من وجهة نظرنا. برجوعنا إلى مشروع القانون ومواده، نجد فيه أنه لا يتضمن بطبيعة الحال ما يحقق ضمانات الأمن التعاقدي، ونحن نعرف جميعا على أنه من بين مهام التي يقوم بها السيدات والسادة العدول هي ضمان بطبيعة الحال أمن تعاقدي في مختلف المجالات العقارية والمالية والتجارية إلى غيرها. إذن هذا فيه واحد يعني نقص أو تراجع على القانون المنظم الحالي. ثم رأينا فيه كذلك نوع من التمييز، ذلك أنه في كثير من المواد دياله بطبيعة الحال فيها تمييز على اعتبار أنه يعني في واحد يتضمن يعني آليات لا يمكن للعدل بطبيعة الحال في ظل المتغيرات التي تعرفها بطبيعة الحال الساحة الوطنية أن يشتغل بها بطبيعة الحال، فيتجاوزها التطور. ثم كذلك رأينا فيه يعني عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك أنه من مطالب الهيئة الوطنية هي الاستقلال عن مؤسسة قاضي التوثيق. رأينا فيه أن هذه السلطة باقيت حاضرة من خلال أكثر من 35 مادة، وبالتالي دون استحضار للبعد ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة. إذن هذه المبادئ الدستورية التي جاء بها دستور 2011 كنا نمني النفس على أننا نجدها بطبيعة الحال يعني يتم تصريفها عبر كل مواد هذا المشروع القانون، لكن العكس هو الذي حصل بطبيعة الحال، مما جعل كل يعني السيدة والسادة العدول وبالإجماع على رفض هذا المشروع الذي بطبيعة الحال يتناقض أولا كذلك مع التوجهات الملكية في كثير من الخطب الملكية السامية التي ترسم معالم يعني السياسة العمومية وتنزيلها على المستوى الوطني. لا نجد كذلك هذه التوجهات أو هذه يعني الإيحاءات حاضرة في المشروع المنظم للمهنة. كذلك مسألة أخرى تتعلق بالتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ذلك أن هذه التوصيات التي المغرب دشن مشروعا كبيرا مباشرة بعد دستور 2011 وسمى الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. طبيعة الحال عندما نتحدث عن منظومة العدالة تعتبر المهنة ديال التوثيق العدلي هي جزء لا يتجزأ من هذه المكونات، بالتالي هذه التوصيات أو هذه المخرجات لا نجد لها أي أثر كذلك في مواد يعني المتضمنة لمشروع القانون. إذن هذا مما جعلنا بطبيعة الحال قلت على أنه يعني لم يراعي التوجهات الملكية السامية، لم يراعي المبادئ الدستورية ديال 2011، وكذلك لم ترعى فيه يعني مضامين أو توصيات الإصلاح الوطني لمنظومة العدالة. إذن بطبيعة الحال اعتبرنا هذا المشروع على مستوى الهيئة الوطني مشروعا رجعيا يعيد بالسيدات والسادة العدول إلى الوراء، وبطبيعة الحال هذا لن يخدم الأمن التعاقدي في شيء.